وانا وملاقانا عجباني فيه رزانا طيبة القلب والحنانة شكون في حالي انا ويخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. اسماعيل يوسف فنان مغربي مغني حاصل على ماستر فينانس. الدخول ديالي للمجال ديال الفن ما جاش بالصدفه بحيث ان العائله ديالي فيها بزاف ديال الفنانة. في الاول الدخول ديالي كان شويه صعيب ولكن خصك انت كيف كنقولوا تكون حار. انا كنت شويه مصر كنت كنشوف راسي بانني كنسمع راسي كنغني كيقولوا لي صوتك زوين هذا كنقول علاش ما ندخلش لهذا المجال حتى انايا. هو الصراحه هذا عمل ماشي ديالي هو كوفر كنت درت كوفر وكانوا الناس زعما عجبهم وشجعوني وبغاوني ندير كوفر واحد اخر ودرت كوفر واحد اخر. نجيك من الاخر زعما كيف كنقولوا هنايا الاهتمام ديالي كان بالدرجه الاولى للغنى كان كيبان لي الغنى هو فين كنشوف حياتي فين كنشوف زعما فين نقدر نتالق اكثر باش ما نكذبوش على المغاربه ونكذبوا على راسنا. ما كنتش شي واحد قراي اللي زعما قراي فهمتي فهمتي مسلكين ولكن الحمد لله الواحد ماشي عيب يغني ولكن او ميم طون القرايه كتنفع كتعاونك كيفاش تجاري حياتك وكيفاش تسلك امور ديالك في الحياه وكيفاش تتعامل مع الفلوس وكيفاش تتعامل مع بزاف ديال الحوايج. صراحه انا هذا الموضوع هذا ما تنبغيش ندوي عليه حيت بزاف ديال المغاربه واخدين فكره غلطه على المغنيين اللي تيغنيو بالملاهي الليليه وعندهم فكره غلطه 100%. ما بحال كيقول لك مغني كيغني بملهى ليلي يعني مغني هذاك ديال الغرامه ولا ديال الليل فهمتي. وحنا اي حاجه حنا المغاربه اي حاجه عندنا فيها الليل يعني فيها قله الحياه وقله الاداب وقله بزاف الحوايج كينساو بان الانسان الا كان محترم راسو راه واخا يمشي فين ما مشى راه كيبقى محترم راسو فهمتي. وانسان الا كان هو اصلا خارج باش يدير شي حاجه بالليل وخارج باش يدير شي حاجه اللي هي غير مشروعه راه تيخرج اللي قلبتي عليه كتلقاه. نكذب عليك الا قلت لك ما فيش الفلوس عند تما كذاب. هو الليل ابتداء من الطاكسي دابا الطاكسي الا شديتيه بالنهار واش هو الا شديتيه بالليل يعني هذا مثال بسيط يعني اللي هو الطاكسي يعني الانسان كيخرج بالليل اي حاجه كتغلى يعني انا بالنسبه لي وعاوتاني كيتسمى عاوتاني على حساب كل مغني و لا فالور ديالو هذيك يعني كل واحد شحال كيتخلص كل واحد شحال. والليل يعني هو مدرسه كيبقى اول حاجه وكتعلم فيه بزاف ديال الحوايج وكيخليك يعطيك ثقه في راسك. ذا فويس ما نكذبش عليك انا كنت غادي ذا فويس مؤخرا في هذه النسخه الاخيره ولكن وقعوا مشاكل وقعوا تلاعبات حيت التليفونات راك عارف التليفونات دابا كل واحد على حسب لابليكاسيون. بعد ما تكون عندك لابليكاسيون كتسجل لي زابيل. انا بصح عيطوا ليا داروا معايا مشينا للبلاصه فين عيطوا لينا جمعنا كاملين دوزت صوروا معايا قالوا لي غتمشي نهار فلان فلاني سيني انا شي وراق شي بزاف الوراق يعني ماشي ورقه واحده كيف كيقولوا هما كونطرا ديال شي حاجه اللي ما غير مفهومه اصلا هي حتى كنتفاجئوا انا وواحد المجموعه ديال اصحابي حنا ماشي بزاف كنا شي ثلاثه ما مشيناش كنت عيطوا قالوا واش مشيتي واش عيطوا ليك واش درتي لا مازال كنتفاجئوا بان النهار المحدد ديال السفر داز
حنا مازال ما كاين، ما مشينا ما والو، يعني تبرزيت على والو، حتى كنكتشفوا بان كاين تلاعبات، وكاين باك صاحبي، وكاين هذا عمك صاحبي، وكاين خالك صاحبي، وكاين عندك شي فلوس، لا عندك شي حاجه خصك تجبد. انا الصراحه ما كنتش عارف هذه القضيه هذه، وكان كيتسحب لي بانه زعما برنامج شريف ولا اللي عنده كيدوز ساعه، ما للاسف. ان شاء الله كنوجدوا واحد ثلاثه الاغاني اللي تقى واحده. حاليا تعرفت على واحد الشاب بوا دو برود، الله يعمر، هذا تعرفت عليه، تعرفت عليه، هو كان دوال معايا المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن تعرفت عليه بالليل يعني في بلاصه فين كنخدم، وكان دو معايا شي دو فوا، قال لي بان كيشوف فيا واحد النجم ديال المستقبل، وانا كنت بصراحه حتى هو كنقول هذا كيجاملني، وانا كنقول ليه داك اللعبه ديال شكرا و الله يحفظك اللي خطيك. مي هو اصر وقال لي بانك زعما انا بغيت نشتغل معاك وبغيت تعاون معايا، ولقيت هادشي بصح في الاخر تلاقيت معاه، ولحد الان اللي كنبغي نوجه ليه التحيه حميد برودكسيون. انا ما سمعتهاش وما درتهاش في اليوتيوب حيت ما قلبتش عليها، ولكن مع الصدفه طلعت لي في اليوتيوب، كنت كنتفرج واحد الفيلم طلعت لي، حيت داكشي كيخلصوا عليه هما وتيطلع يعني ضروري المصيبه، بغيت نحيدها ما بغاتش تحيد لي، كنبرك على هذا باش تحيد، يعني هما دايرين داكشي صحه تشوفوا هذاك الشيء، ما يعني هما باغيين يديروا لا مود، وباغيين يديروا المانكينه، وباغيين يغني، وباغيين فين باغيين يوصلوا، ما فهمتش انا شنو دابا حنا مغنيين شنو نديروا، الا انا مغني ملي انت باغا دير هادشي كله فهمتي، ما يعني ما كايناش رقابه، ما كاينينش ناس مسؤولين اللي غايقول لك، حيت المغني خصو يكون عنده معايير بعدا في الصوت ديالو. انا سمعت الاغنيه مكملين ليها غير بلوتوتون، وما كتوصلش الطبقات الصوتيه، حتى التمثيل في المغرب ولا دابا غير الا عندك 100 كاف في انستغرام تولي ممثل صافي، كيصبروا معاك في التغناج وداك الشيء، عاود قطع وعاود قطع وصافي. وايدي الجمهور ديال شوف تي في، كنوجه لكم تحيه لكم خاصه، وكنتمنوا المرور ديالنا يكون خفيف الظل عليكم، وشكرا بزاف على خطيكم. حبك عامل لي دمان ماشي بدم الشريان، ساكن خلايا عقلي منسيني حتى النسيان، حبك عامل لي دمان ماشي بدم الشريان، ساكن خلايا عقلي منسيني حتى النسيان، حقيقة لمست بإيدي شفت بقلبي وعيني، يمكن جن ويمكن موت أما ينسى ما بيه.